اهلا بحضراتكم من جديد. انا عايز بس اقول لكم ان طبعا فريق الاعداد فريق البرنامج التقرير اللي احنا شفناه ده كان 600 كلمه. احنا طبعا صعب جدا لان انجازات مصطفى كبيره و600 كلمه كمان احنا كنا مختصرين، بس طبعا عشان وقت البرنامج اختصرناها ل 200. كلامنا صح مصطفى؟ تمام مظبوط يا استاذ عيسى، ربنا يديك الصحه. الله يخليك كبير، الله يخليك. وخلينا نبتدي القصه من البدايه. انت كنت لاعب سباحه؟ انا كنت بلعب سباحه زمان في الاهلي لحد ما دخلت الملعب. ابن اخويا الكبير كان لعيب مطرقه برضو، كان بطل افريقيا في المطرقه. دخلت الملعب عنده شفت اللعبه. مين؟ محمد الجمل. محمد الجمل. فطبعا اكبر منك بقد ايه؟ 4 سنين. ادي له حقه. طبعا هو علمني كتير في اللعبه. طبعا لما دخلت وشفت اللعبه حبيت ان العب، بس كان طبعا جسمي لعيب سباحه، جسمي ما ينفعش العب لعبه مطرقه خالص. فطبعا كان كل يوم المدرب يا ابني ما ينفعش يا ابني ما ينفعش لحد ما اخر الاسبوع قال لي لا خلاص بقى امسك بقى المطرقه. فكان في اطفال في سني ساعتها بيلعبوا مطرقه. كم سنه كان عندك؟ كان عندي 12 سنه 11 سنه. لسه صغير. 12 لا 12 سنه بالظبط. ولعبت في الاهلي برضه؟ لعبت في الاهلي. تمام. فطبعا اللي في سني دول بيمرجحوا ويدوروا 4 دورانات كاملين وبيرموا رميه كامله. انا لسه ما فيش اساسيات ولا اي حاجه، فقال لي اعمل مرجحه بس سونجات واسيب المطرقه. فطبعا عملت كده، طبعا كان فيها غل شويه. رميتها عديت مسافه اللي هم الاطفال اللي متعلمين دوران. الله. فقال لا بس خد تعالى ده انت اكتشاف في اللعبه. بس وبدات اللعبه من ساعتها. انا دلوقتي يعتبر الحمد لله بقى لي 21 سنه بلعب مطرقه.